خلونا نبدأ نتعرف في المحاضرة دي على الكلاود شيل. أول مرة بنفتح الكلاود شيل خالص على البورتال بتاعتنا، بتلاقيه بيطلب منك إنه يكريت ستورج جديد. هيروح يكريت لنفسه ريسورس جروب ويعمل فيها ستورج أكاونت. ليه؟ لأنه بيحتاج الفايل شيرنج سيرفيس، وده زي ما قلنا للمرة الأولى فقط اللي بنفتحه بيها، مش في كل مرة. وانس ان هو كاريت الريسورس جروب وحط فيها الستورج اكاونت بتاعه اللي هو محتاجه، فما عادش هيطلبه منك تاني. وعشان نبقى فاهمين الكلاود شيل دي عبارة عن ايه، احنا قلنا ان هي انتر اكتف باور شيل. اجر بيقومها لك في فيرشوال ماشين صغيرة، يعني البرنامج اللي فتح قدام حضرتك ده في الباك جراوند عبارة عن فيرشوال ماشين انت مش بتشوفها. وكل يوزر من اليوزرز بتوعك اللي بيفتح البورتال بتاعتك دي لما بيجي يستدعي الباور شيل بتقوم له فيرتشوال ماشين صغيره خاصه بيه هو، يبقى كل اكونت مرتبط بفيرتشوال ماشين محدش طبعا بيشوفها لانها بتران في الباك جراوند. بسرعه كده لو حبينا نتعرف على الكلاود شيل دي، زي ما قلنا هي فيها الباور شيل وفيها الباش شيل، عشان الشكلين الناس اللي واخده على ويندوز تتعامل والناس اللي واخده على لينكس تتعامل. هتلاقوا فيها بعض التولز زي ان انا اعمل ابلود وداونلود لفايل، لذلك هو دايما بيعمل لنفسه فايل شيرنج ستورج. هتلاقوا فيها تكست اديتور عباره عن اديتور تكست. طريقه التعامل مع الكلاود شيل هي بالظبط نفس طريقه التعامل مع الباور شيل، هما نفس الاوامر باستثناء بس حاجتين. ان الكلاود شيل بتعمل اوثنتيكيشن على البورتال اوتوماتيك، يعني مش هتحتاج انك تكتب امر لوج ان على الاكونت بتاعك، بعكس الباور شيل، لان الباور شيل انت فتحها من انفايرمنت خارجيه، فهتحتاج تقول له اعمل لي لوج ان على البورتال عشان يبقى عارف انت تتعامل مع انهي بورتال. نمرة 2، الكلاود شيل جواها الموديولز الخاصه باوامر اجر غير الباور شيل. الباور شيل احنا هنروح نسطب اوامر اجر هنا عشان بعد كده نعرف نتعامل معاها، وهنتعلم ده دلوقتي. يعني حابين ناخد مثال سريع كده عن طريقه التعامل مع الكلاود شيل والاوامر بتاعتها. فممكن مثال بسيط، مثلا الاوامر اللي بتخص الكلاود بتبدا بايزي. لو قلنا له مثلا اعمل لي ليست بالاكونت اللي عندي، جاب لي ليست بالاكونتس اللي عندي في هيئه سكريبت. لو انا عايز اخرج المخرجات دي في هيئه جدول، فانا اقول له خلي لي الاوت بوت تيبل. ادي لحضرتك الاكونتس اللي موجوده عندك كلها، ده السبسكريبشن بتاعك كلاود نيم اجر كلاود سبسكريبشن اي دي والحاله بتاعته. ده مثال مثلا، وطبعا الامثله هنستفيد فيها في الموديول دوت وهنشرحها كلها.